بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أذكركم وأذكر نفسي وأن نحتسب جهدنا وعلمنا في سبيل الله. اليوم إن شاء الله راح نمشي على شابتر هو بداية البارت الثالث في الكتاب، بعد ما خلصنا إيش هو الريليشنال موديل، وبعد ما عرفنا كتير عن كيف نشتغل جوا ريليشنال موديل وكيف نعمل داتابيز جوا ريليشنال موديل. يعني عرفنا شوية سيكوال وعرفنا داتابيز ديزاين، وعرفنا برضو مش بس نعمل داتابيز جوا ريليشنال موديل، عرفنا نعمل داتابيز منيحة جوا ريليشنال موديل، وكان هذا علم شابتر 7. اليوم إن شاء الله رح نطلع من الريليشنال موديل، أو رح نطلع على الأقل من الستاندرد ساعات الريليشنال موديل، ونتعرف على شوية كومبلكس داتا تايبس ممكن نحطهم في الريليشنال موديل، ولكن راح ناخذ الكونتكست الكومبلكس داتا تايبس هذول جوا الكونتكست تبع الداتا، وراح ندردش انه في شويه حاجات تعلمناها راح نضطر نستغني عنها، وفي حاجات جديده راح نضيفها على معرفتنا عشان بهدف نقدر نتعامل مع الداتا بشكل احسن. خلال هذا الشابتر راح ناخذ حاجات نسميها سيمي ستراكشر داتا، وحنشوف إشي اسمه Object Orientation برضو للداتا، وحنشوف نوع مخصوص للداتا اسمه Textual Data وكيف الواحد بيتعامل معه. في آخر الشابتر حاجة اسمها Spatial Data، وهي بيحكي كيف الواحد بيخزن الحاجات جوا Space أو الفراغ، سواء كان Single Dimensional, Two Dimensional أو Third Dimensional، وهذا الإشي مش رح ناخده لأنه بده كتير معرفة Geometry. فاللي حابب يقرأه بس للمعرفة يقرأ السبيشال داتا، غير هيك رح ناخد كل الشابتر إن شاء الله. أول حاجة خلينا نحكي حدوتة، وخلينا ناخد تمرين زغنون. وإحنا بنتعلم في الريليشنال موديل مر علينا كتير حاجات، زي إنه إحنا بنعمل جوا الريليشنال موديل أتوميك داتا تايبس، وجوا الريليشنال موديل نروح بنحاول نعمل نورماليز ريليشن، وتعلمنا كيف ندعم كتير حاجات جوا الاتوميك داتا تايبس والنورمالايزد ريليشن. ولكن في شوية تحديات أجت على الريليشنال موديل، خاصة في العصر الحديث من الألفينات وطلع، خلت الريليشنال موديل يرجع يستفسر هل أنا أحسن حاجة لهذه الشغلة ولا لا. الريليشنال موديل مش إننا بنقول عنه مش منيح، لا، إحنا ما زلنا بنحكي عن الكلام إنه الريليشنال موديل له فضل كبير في تطور العلم، تطور الداتابيس، وحتى تطور الاقتصاد والبنوك والحاجات هاي. ولكن في شوية سيناريوهات طلعت حديثا خلت الريليشنال موديل يحس انه ضعيف شوية. زي ايش مثلا؟ تخيلوا معانا انه احنا بس بنعمل بنخزن معلومات عن يوزر لواحد من السيستم من السيستمات تاعنا، وهذا اليوزر احنا مثلا خلينا نقول انه بنخزن في سوشيال ميديا ولا حاجة. من المعلومات على اليوزر هذا كنا بدنا نخزن حاجة بنسميها الاهتمامات interests، وهذه الinterests بدنا نخليها تكون multi-valued وcomposite بدرجة فظيعة. إيش يعني مثلا تكون multi-valued وcomposite بدرجة فظيعة؟ يعني مثلا في عندنا يوزر ممكن يكون عنده اهتمام واحد أول اهتمام، وفي عندنا يوزر ممكن يكون في عنده 100 اهتمام. هذول الاهتمامات لو قال اليوزر مثلا انه انا عندي من اهتماماتي القراءة، بدنا نشوف جوا القراءة هذه، جوا الاهتمامات القراءة، القراءة ممكن الواحد يكون قاعد بقرأ روايات، ممكن يكون بقرأ scientific articles، ممكن يكون بقرأ في مجال معين وهكذا، او مجلات وغيره. جوا القراءة بدنا نحط برضو تفاصيل، هو بيقرأ شو بالضبط، بيقرأ روايات بوليسية، بيقرأ مجلات علمية، بيقرأ روايات خيال علمي، بيقرأ تفسير وحديث، بيقرأ المجالات بتاعت القراءة. ولو قلنا مثلا انه بيقرأ علوم شرعية، جوا العلوم الشرعية في عنا علوم الحديث، وفي عنا علوم القرآن وهكذا، وبدنا نخزن كل هذول الحاجات جوا الداتابيس تبعتنا. فهي تخيلوا انه في عندنا entity user، وفي عندنا composite multi-valued value اسمها، او composite multi-valued attribute اسمها interest.
ودرجة التفاصيل اللي بدنا نخزنها على الانترست هذه بالنسبة لليوزرز بدنا نخليها كتيرة، يعني بدنا نخليها مثلا لما نخزن على القراءة بدنا نخزن جوا القراءة برضو المجال. الماوس معلق شوي. جوا القراءة المجال، وجوا المجال بدنا نخزن برضو شوية تفاصيل، حتى تخيل انه ممكن نخزن برضو جوا علوم العلوم الشرعية القرآن، ونروح مثلا ندخل على تفسير السعدي مثلا. الماوس تبعي معلق مش عارف اكتب كتير. تفسير السعدي. فتخيلوا هنا انه احنا كان في عندنا the composite attribute وخليناها multi valued على الاخر. خليني هلقيتها كان عندي multi valued attribute وخليتها composite على الاخر. خليني هلقيت اسالكم هيك، لو بدنا نعمل جدول او بدنا نعمل طريقه نخزن فيها هذه الشغله، الواحد بيجي يفكر انه انا هذه multi valued attribute فلازم يكون في عندي غير جدول اليوزرز جدول يعبر عنها. ونيجي للحاجات اللي جوا. طيب انا بدي اعبر انه هو في عنده القراءه، لقيت جوا القراءه برضه بدي اروح اعمل كمان مالتي فاليد ريليشن عشان تعبر عن المجالات جوا كل انترست. ولقيت تخيلوا انه انا قاعد ببرمج او اجى واحد على الموقع تبعي وبده يحط انترست جديد، بده يحط انترست رياضه، رياضات مائيه، كره قدم مائيه. هل انا لقيت لازم احط في البيزنس لوجيك عندي انه لازم اعمل انسرت للمجال الكبير واخذ الاي دي تبعه واربطه بالمجال الصغير، واخذ الاي دي تبعه واربطه بالايتمز اللي انا حطيتها عشان تدعم الرياضه بتاعت المجالات المائيه مثلا. واحد بده خلش اكتبها انا، بده يحط رياضه وبدوش هو الرياضه مثلا خليها ممارسه ومتابعه، بدوش يمارس، بده يتابع وبده يتابع رياضات مائية، وجوه المائية بده يتابع كرة قدم مائية، وجوه كرة القدم المائية بده يتابع فريق البرازيل. هل لما تجيني معلومة زي هيك جوه الفيسبوك تبعي أو جوه السوشيال ميديا تبعتي، حضطر أعمل insert للرياضة وinsert للمتابعة وinsert للرياضات المائية وانسرت لكرة القدم المائية وانسرت لفريق البرازيل تاع كرة القدم المائية، وكل واحدة من هدول بدي أخذ الاي دي تبع اللي فات وأتبع ورا اللي جاي وأحطه، أخذ الاي دي تبع اللي فات وأتبع ورا اللي جاي وأحطه. وتخيلوا إنه لو كان في واحد بده يحط نفس الانترست هدول، بكفيش إني أعمل انسرت كمان، بدي أروح أدور هل هم أصلاً كانوا موجودين ولا ما كانوش موجودين. الواحد كان كاتب رياضة وممارسة، بعدين ما حطش رياضة مائية، حط تنس، وجوه التنس حط لاعب نادال مثلا. هل تخيلوا قديش بصير الاشي كومبلكس وانت قاعد تتعامل مع حاجة بسيطة، انك بس قاعد بتعرض شوية انترست، وهدول الانترست لهم هيراركي مربوطين في بعض. صحيح احنا قاعدين بنتابع نفس التعليمات اللي اخذناها قبل شوي قبل في الشباتر السابقة، انه قاعدين نعمل ماسكين انتيتي وبنعملها representation للattributes تعملها، ولكن طريقة representation هذه مرهقة كتير ومش أحسن حاجة. من سيناريو بيشبه هذه السيناريوهات، طلع حاجة في العالم إن إحنا نقدر نتعامل مع data برا relational model، أو خلينا نقول هي مش برا relational model، برا guidelines تعمل relational model. الريليشنال موديل كان يقولنا انه احنا بنمسك الداتا ونحطها جوا تيبل، التيبل معروف مسبقا كيف شكله، معروف مسبقا اسماء واعداد وترتيب الاتريبيوتس تاعونه، وكل انتري جوا التيبل، كل تابل جوا التيبل بيكون في عنده values او nulls لهدول الاتريبيوتس اللي احنا سميناهم قبل شوي. هذه الطريقة في التخزين اسمها fully structured data، أنه الواحد بيعتمد على الستركشر تاع التابل عشان يحط كل الداتا تبعته. والfully structured data لما بتدعم حاجة زي هيك بتكون بالأغلب يا إما very messy و time consuming، يا إما مرات بتفشل، ومرات كتير بتفشل.
وفي العالم ما كانش حدا مهتم بحاجات زي هيك الصراحة، إلا لما طلعت السوشيال ميديا ومن الألفينات وطلع. فأول ما طلعت هذه الشغلة صار في حاجة أن نحن نتحرر من الستركشر. كيف يعني نتحرر من الستركشر؟ يعني أنا بدي طريقة تجبرنيش أني كل ما بدي أخزن حاجة، بدي أخزن هواية زغنونة، بدي أخزن حاجة صغيرة عن المستخدم، أروح أعمل ستركشر وتيبل وحاجات ورولز كيف بدي أحط الداتا جوا التيبل. هل في طريقة أسهل أني أعبر عن هذه المعلومات؟ ومن هذه الحاجة طلعت الحاجات اللي موجودة في شابتر 8. من هذه الحاجات اللي راح ناخذها في شابتر 8 انه في عندنا طرق عشان نخزن داتا، مثلا زي الانترست، تكون هذه الداتا فيها نوعا ما هيراركي. يعني انا بدي اخزن انترست القراءه، بروح بخزن انترست القراءه كانه حاجه، وجوه انترست القراءه بحط كمان انترست صغير العلوم الشرعيه، وجوه العلوم الشرعيه بروح بحط مثلا التفسير. ولما اقرا واتعامل مع هذه البيانات بكون عارف السياق تبعها، بكون عارف انه هذه بنت هذه بنت هذه بنت هذه. هذا كان طريق ان نكسر الاستراكشر، ان نخزن حاجه جوا حاجه. وهذا الاشي بيكسر المعلوم، بيكسر القاعده الكبيره تبعت الريليشنال موديل اللي هي الاتوميسيتي، انه احنا هنا جوا فيلد واحد او جوا حاجه واحده حاجات كتير، بطلت أتوميك، صارت قابلة للقسمة. جوا انترست القراءة في جوا حاجة قائمة بذاتها، وجوا كمان حاجة قائمة بذاتها. من الحاجات برضو من الطرق اللي اضطرينا نكسر فيها الستركشر انه مرات بيلزمنا يكون في عنا تيبل، وهنا آخر التيبل أنا مش عارف كم واحد بدي أحط. يعني بديش ألتزم بعدد الكولومز الموجودة. يعني مثلا خلينا نقول على انترست وبدنا نوقف هنا، بدناش نكمل كتير، وبدي أعبر عن الانترست مش كجدول تاني أو أي حاجة، المهم نعبر عنها ويسمح لنا التابل تبعنا أن نحط معلومات هنا ومعلومات هنا، وبعدين يكون في عندي كولوم أو فيلد بيسمح أحط فيه قد ما بدي. يعني لو بديش أحط فيه حاجة خلاص بسيبه فاضي، بيكون لو بدي أحط فيه معلومتين بحط معلومة فاصلة معلومة تانية، ثلاث معلومات معلومة فاصلة معلومة تانية فاصلة معلومة ثالثة. وهنا برضو إحنا كسرنا الأتوميسيتي وكسرنا الاستراكشر، لأنه مرات بيكون الكولوم الأخير جواته 6-7-8 كولومات، ولكن هدول الداتا اللي جواه إلهم فايدة يكونوا سوا أو إلهم معنى يكونوا سوا. من هذه الحاجة احنا طلعنا من الفولي ستراكشرد دومين لدومين تاني اسمه سيمي ستراكشرد. هو مش على الاخر هيك فارط، لانه الاشي الفارط على الاخر هو مجرد نص مكتوب او مجرد حاجات مرمية في الهارد، لكن احنا مش فارطين، في عنا نوع من الستراكشر ولكن مش ستراكشر زي تاع الداتا، زي تاع الريليشنال موديل. السيمي ستراكشرد داتا ممكن تستخدم جوا الريليشنال موديل، ولكن لو استخدمت جوا الريليشنال موديل، ان نحط مثلا سيمي ستراكشر داتا جوا فيلد من الريليشنال موديل، بنكون عملنا كومبرومايز انه احنا كسرنا الاتوميسيتي تبعت الريليشنال موديل، ومستعدين نكسر الاتوميسيتي تبعت الريليشنال موديل عشان نحقق فائده من الفوائد اللي بنحققها من هذا الكلام، وراح نشوف هذا الكلام وراح نشوف ان شاء الله كمان شوي. من الحاجات برضو اللي استغنينا عنها عشان نعمل سيمي ستراكشر داتا، انه احنا سمحنا برضو انه يكون في عندنا ريليشنز مش نورمالايزد، واوتوماتيكلي ما دام ان احنا حطينا حاجات مش اتوميك احنا كسرنا الفيرست نورمال فورم، فبطلنا نورمالايزد. برضو بنكسر النورمالايزيشن بطريقه ثانيه، هي هنا انه هذه الداتا مفروض احنا نعملها split، مفروض نخلي ريليشن هذه ريليشنين، تمام؟ مفروض في النورماليزيشن بقول لك اعمل مالتي فاليود اتريبيوت على شكل جدول تاني وادعم هذا الكلام، ولكن هنا احنا كسرنا النورماليزيشن عشان نحقق فائده من الفوائد اللي راح نتعلمها من شويه.
فالتيك هوم مسج او الحاجه اللي حطوها في بالكم ان احنا بدنا ندخل شويه حاجات فورن عن الريليشنال موديل جوه الريليشنال موديل عشان نحقق شويه مكاسب. راح نستغني، راح نكسر مرات الاتوماسيتي وراح نكسر مرات النورماليزيشن، بس في كلتا الحالتين احنا بنعمل هذا الكلام فور ذا جريتر جود عشان نحقق فائده اكبر. خلونا بالاول نتعرف على الطرق او نتعرف على الاكستنشنز او السيمي ستراكشرد داتا اللي احنا بنضيفها. تمام، فاول فائده انه احنا هلقيت صرنا نخزن داتا بشكل مختلف، ومع الشكل المختلف حيجينا شويه فوائد مختلفه. واحنا كسرنا الاتوميسيتي فبطل، فطلعنا من النورماليز، طلعنا من الفيرست نورمال فورم، وكسرنا شويه قواعد ما بنعملش ديكومبوزيشن للريليشن، فكسرنا مرات الثيرد نورمال فورم مرات البويز كود نورمال فورم وهكذا. من الحاجات اللي برضه نسيت اقولها انه احنا لازمنا نعمل نتعامل مع الداتا بشكل مختلف في عصر الويب، انه الداتا في عصر الويب، صار بيلزم الواحد ياخدها ويعملها مش بس ستورج زي زمان احنا بنخزن الداتا وبنضل نطلع فيها ونستعلم عنها وقت ما بيلزم، بيلزم نمسك الداتا ونعملها اكستشينج. يعني اهم من الستورج، لقيت انا قاعد في عندي ابلكيشن، ويب ابلكيشن مثلا بيحكي مع سيرفر، لازم الويب ابلكيشن يكون في عنده طريقه انه يمسك كومبلكس انف انفورميشن، داتا فيها ديجري محترمه من التعقيد، ويبعتها للسيرفر. والداتابيز او علم الداتا مفروض يعطينا طريقه انه احنا نمسك هذه المعلومات ونبعتها للسيرفر. لو كنا بدنا نبعت للسيرفر معلومات على شكل ريليشنز، على شكل ريليشنال موديل، احنا فاحنا مجبرين على انه نعمل زي كأن داتابيز صغيره عند المستخدم عشان يقدر يبعث للسيرفر. يعني بدي اروح ابعث لك تابل وتابل وتابل وتابل، هذا الكلام مش منيح كتير، وبتقدروا تتخيلوا هذا السيناريو نفسه على ارسال الداتا. ايش الاشي الاسهل؟ ان نمسك حاجه نستغني فيها عن الاتوميسيتي، ونستغني فيها عن النورمال فورمز، ونروح نجمعهم كلهم مثلا في هيراركال ستراكشر. انا بدي ابعث لك حاجه زي كانها اوبجكت، زي كأنها أوبجكت بتمثل الأوردر اللي بده يصير، أو كأنه أوبجكت بيمثل التسجيل اللي بده يصير. تخيلوا معاً إنه أنتوا قاعدين بتسجلوا في الجامعة، لما تفتح الأبليكيشن البورتال وتبدأ تعمل شوية أوبريشنز، أنت بتبعت للسيرفر إنه أنا بدي ريكوست للمعلومات الفلانية، هو برجع لك المعلومات الفلانية هذه من الريليشنال موديل تبعه. انه مثلا هاي الكورسات المطروحه بدك تعمل اوبريشن، الاوبريشن هذه معقده شويه، انك مثلا بدك تغير مكان، مش انت الطالب يقدرش يعمل اوبريشن معقده، واحد من المدرسين بده يعمل اوبريشن معقده، انه بده يعمل رصد لمجموعه علامات مع بعض لاكثر من شعبه. فممكن الواحد لو البرنامج بده يبعثهم واحده واحده للداتابيز فيش اي مشاكل، ولكن لو البرنامج بده يبعثهم على شكل جدول مثلا، وبده يكون في بعض العلامات مفقوده، او في طلاب مش محطوطين، او طالب مرصود له نصفي وطالب مش مرصود له نصفي، فيا اما انت مضطر انك تعمل فيلر عشان يكونوا كلهيتهم ستراكشرد زي هيك كاملين، او انك تروح تستخدم سيمي ستراكشرد داتا. انا بدي ابعت حاجات بس مش ضروري تكون كلها ستراكشرد، لو كان هذا التابل ناقص شويه مش مشكلة، فبتروح بتحطهم في semi structured form. هذا الاشي انت مثلا ما خزنتوش، انت بس استخدمته عشان تبعته للسيرفر، والسيرفر بيمسكه وبتعامل فيه زي ما هو لازم عشان في الاخر يخزن الريليشنال داتا تبعته. فالحاجة الجديدة او الاحتياج الجديد اللي طلع انه هو صار في عندنا كتير exchange بين السيرفيسز او السيرفرز، او حتى بيكون مرات كمبيوتر برنامج بيحكي مع برنامج، مش بس انت قاعد تعمل operations على برنامج. فحتى الاكستشينج تاع الداتا هذه صرنا نحطه جوه semi structured data، لانه مش منطق نروح نعمل description لكيف الجدول يكون لما يكون في برنامج بده يحكي مع برنامج.
طيب السيمي ستراكشر داتا فيها خواص او فيها بتفرق عن ستراكشر داتا بعض الحاجات. اول خاصيه انه بيكون فيها وايد كولومز. الوايد كولوم هو كولوم انت مش ممكن تحط فيه حاجه واحده بس، ممكن تحط فيه اكثر من حاجه زي اللي حكينا في الاخر. سبارس كولومز انه يكون في عندنا كانه في عندنا تيبل. هذا الوايد كولوم انه يكون في عندنا واحده تنتين، والثالث هذا بنقدر نحط فيه قد ما بدنا، نحط فيه واحده تنتين ثلاثه اربعه خمسه، ومش ضروري يكون واحد على فكره، ممكن يكون برضه تو وايد كولومز. سبارس كولومز هذه الواحد بيقدر يتخيلها كانه يكون في عنده ديسكريبشن لجدول كبير، مثلا في 200 اتريبيوت او 100 اتريبيوت، ولكن لما يجي الواحد يخزن الداتا تبعته بيكونش بيعبيش ال 100 اتريبيوت او ال 200 اتريبيوت، بيعبي بس كميه صغيره منها. لو انك لو تخيلتها جوا الريليشنال موديل، فتخيل انك جدول كبير اغلب التابل فيه نل 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 نل، وهنا في فاليو نل 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 نل، هنا في فاليو. تمام. هذا طبعا اكيد مش مخزن هيك، بس لو تخزن لو تخيلنا جوا الريليشنال موديل بيكون زي هيك. وهذا جوا الريليشنال موديل بنقدرش نتخيله لحاله هيك، لازم يكون في عندنا طريقه ان نخزن اكثر من حاجه. مالتي فاليود داتا هي برضو فيتشر او خاصيه جوا السيمي ستراكشر داتا، انه بيكون جوا كل فيلد عندنا عباره عن ست او مالتي ست. لما يكون جوا الفيلد ست معناته انه الفيلد هذا بيقدر يخزن نون اتوميك فاليوز، يعني بيكون في زي يخزن الانترست، يخزن الانترست الاول باسكت بول والثاني كوكينج والثالث لليغا وهكذا. انه الفيلد الواحد الفيلد اللي اسمه انترست خزننا فيه مالتي فاليوز. تمام. من الاشكال بتاعت المالتي فاليو انك تخزن المالتي فاليو مش بس ست او اري، انك تخزنها ماب. وزي ما عرفنا في الفصل اللي فات الماب هي عباره عن كي فاليو بير، ولما نقول كي فاليو بير في الكونتكست تبع الداتا بيكون بالعاده الكي هو الاسم تبع الاتريبيوت والفاليو هي القيمة تبعتها. يعني مثلاً لما بدنا نخزن information بيكون في عنا حاجة وبدنا field بنخزن فيه info، ممكن نخزن الانفو هذه على شكل map بحيث إنه اسم المعلومة يكون هو الكي وقيمة المعلومة تكون هي الفاليو. يعني مثلاً إحنا مخزنين معلومات عن كمبيوتر هنا عن لابتوب، فاسم المعلومة brand وقيمة المعلومة يعني البراند هي أبل، الاي دي بتاع الكمبيوتر أو اسمه هو ماك بوك اير، السايز هو اسم المعلومة و 13 انش حجمه، اسم المعلومة كلر وقيمتها سيلفر. هذول كلها هيتهم هي مخزنين جوا حاجة واحدة كأنها ماب، الكي فيها هو اسم المعلومة والفاليو هي القيمة تبعت هذه المعلومة. وطبعاً زي ما أخذنا في Data Structure نقدر نحط فيهم Put و Get و Delete، وفي كل واحدة من Put و Delete و Get بناخد كي بنحط كي. من الطرق برضو عشان نحط Composite نحط Semi Structured Data أن نقول في عنا Arrays، والArray بتفرقش كتير عن الماب والست، بل أنه الواحد فينا بيقدر يتخيل الArray أصلاً كأنها ماب، وجوا الكونتكست بتاع Database أسهل لك أنك تتخيل الري كأنها ماب، يعني بس مجرد ماب. الكيز فيها عبارة عن الانتجرز والترتيب، يعني لما يكون في عندنا زي هيك فهدول عبارة عن 1 5 2 8 وهكذا. والاري جوا الداتابيز بتدعم زي الاري برا الداتابيز بتدعم السكوير براكت نوتيشن، بحيث انك بتحط هنا الاندكس او الكي وبتاخد الفاليو. تمام. مالتي فاليو اتريبيوتس حكينا عنها زي الانترستس اللي فوق، وفي عندنا حاجات اسمهم الري داتابيز. الري داتابيز هاي بتكون جوا ريليشنال موديل، ولكن الفرق انه كل فيلد منها مسموح له يكون الري. وفايده هذا الكلام انه
لما أكون عارف إنه الفيلد تبعي ممكن يكون array مش قيمة واحدة، أنا بكون يعني مجهز حالي برمجيا مثلا إنه راح أعمل compression للداتا بطريقة معينة، أو إن طريق أو إني أخزن عندي جوا الهارد حاجة بتشبه الهاش ماب، على أساس إنه أقدر أعمل ريفير للإندكس بالحجم المعين. أو لو كانوا كلهيتهم مثلا في داتابيز اسمها تيمبورال داتا، تيمبورال داتابيز أو تايم سيريز داتابيز، في داتابيز اسمها تايم سيريز داتابيز، جوا التايم سيريز داتابيز أنت بتخزن كل فيلد على إنه على شكل أري، وبيكون الإندكس تبع القيمة يعبر عن الوقت اللي حصلت فيه. فبدل ما تخزن مثلا عند الساعة واحدة كانت القيمة هالقد، وعند الساعة 2 كانت القيمة هالقد، وعند الساعة 3 كانت القيمة هالقد، بتروح بتخزن القيم بس، ومن الاندكس تبعهم انت بتعرف انه هذه الساعة 1 الساعة 2 الساعة 3. هذا الاشي مشهور جدا 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 في البحث العلمي، خاصة لما يكون في عندنا شوية سنسورز. تخيلوا احنا قاعدين بنعمل ويذر فوركاست ولا حاجة، من الحاجات الصعبة جدا في الكمبيوتر انك تروح تعمل تقييم للجو وتتوقع الجو اللي جاي. هذا الاشي بصير على شكل array of sensors، يعني sensors كتير، سنسور للويند، وسنسور لدرجة الحرارة، وسنسور لحرارة المية، وهكذا. بتروح بتركب السنسورز تبعونك في الانفايرمنت، وانت عارف ان السنسورز هاد بتاخد قاعدة continuous readings، يعني بتاخد reading كل 5 دقائق. فانت بتقدر تروح تحط عند كل سنسور وقت القراءة كتايم ستام والقيمة، بس ساعتها انت بتروح بتخزن معلومات زيادة، بتخزن وقت القراءة كل مرة بتقرأ. على انت ممكن توفر تخزين على شكل انك تروح بدي احط الفيلد تبعي هذا القراءات اليوم، قراءات اليوم بحطهم جوا الري، وبكون الاندكس تبع القيمه جوا الري بيقول لي هي في اي وقت. فمثلا الساعه 12 بتكون اول قيمه، الساعه 1 بتكون ثاني قيمه، وهكذا. بكون دائما في عندي الري حجمها 24، بحيث انه كل واحده بعرف الوقت تبعها من الاندكس تبعها. بكون وفرت تخزين 24 تايم ستامب في كل فيلد، ولما أوفر تخزين بيكون الإشي عندي أسرع، وبكون الحسابات أكثر، وهكذا. بالنسبة للداتا تايبس برضو هي كمان فيتشر زيادة عشان نوصل للسيمي ستراكشر داتا، اللي هو زي اللي عملناها قبل شوي فوق في الانترست. هنا إنه عملنا في عندنا أوبجكت كبير مثل الانترست، جوا أوبجكت أصغر منه مثل القراءة مثلا، جوا أوبجكت أصغر منه مثل اللوم الشرعية، لغاية ما وصلنا لقيمة صغيرة جوا واحدة من هذول الأوبجكتس. هذه كانت هيك مقدمة خفيفة، وخلينا هلقيت ناخد مع المثال تاع الشرح، هلقيت راح تبين الأمور أكثر وأكثر. راح نتعرف على 3 أنواع من السيمي ستراكشر داتا، وحنشوف كيف كل واحد منهم أدخل على الداتا ساينس قيم، أدخل على الداتا ساينس إمكانيات جديدة، ونشوف برضو كيف ندعمهم جوا الريليشنال موديل. راح أوقف التسجيل هنا وأبدأ كمان واحدة. يعطيكم العافية.